مشاهدينا احنا بشخصياتنا المختلفه اكيد لنا اهتمامات مختلفه، البعض يهتم بالكثير من المغامره في حياته، يعني مثلا تنظم العديد من الفعاليات وايضا المسابقات للمغامره السياحيه في المنطقه لتحفيز والتشجيع على عشاق المغامره بالدوله انهم يتسلقون المغامرين الاماراتيين القمم، وشغفهم دائما ياخذهم لاكتشاف اماكن جديده في الدوله، لكن كيف يمكن اختيار هذا المكان المناسب او حتى الامن لخوض هذه المغامره؟ نتعرف اكثر عن هذا الموضوع مع المغامر عبد القادر صالح الزبيدي. صباح الخير. صباح النور والسرور، ومشكور على المقدمه. شكرا. مشكور على الاستضافه الجميله. تسلم. استاذ عبد القادر، في البدايه كيف وليش اخترت المغامره دونا عن التخصصات يمكن المختلفه، علما بان اخذنا حديث قبل الهوى انك انت مصاب بسبب هذه المغامره، ليش اخترت المغامره؟ شوفي، هي كبدايه أنا كنت أسمع الشباب يروحون مغامرات في الجبال ومش ما كنت مقتنع، بس من ضغط المدينة وتتعرفين الزحمة والإنسان يحب الهدوء يعني بطبيعته والأجواء نظيفة، فقلت بجرب، فجربت عجبني الموضوع تقريبا كل اسبوع وما وقفت الموضوع. صحيح. ولا ناوي اوقف ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عبد القادر، ذكرت في بدايه حديثي ان كيف من الممكن احنا نختار المكان المناسب لخوض هذه المغامره، لما نتحدث مع مغامرين دائما يروحون للجبال مثلا او يروحون لمثلا السكاي دايفنج، بس انت خبرنا شو اهم الاماكن اللي ممكن ان احنا نبدا فيها المغامره لو كنا حابين ان نصبح مغامرين. جميل. شوفي، هي الأماكن تختلف على طبيعة الشخص طبعا أكيد، بس في ناس تحب الوديان والمناظر الجميلة، في ناس تحب الطرق الوعرة اللي هي الجبال وتتسلق، بس أنا أنصح كواحد مبتدئ أنه يبدأ في أماكن بسيطة، يعني مثلا إذا حاب وديان في عندكم وادي العباد في الجيرة، إذا مثلا جبال في القمم السبع في الجيرة أيضا، وفي وادي الوريعة أيضا مناظر جميلة، فكذا في أماكن عدة يعني، فيبدأ فيها ويروح للأماكن الصعبة. صحيح. عرفتي؟ هي. لكن ممكن إحنا كمغامرين عندكم صفات معينة يجب أن تكون أو تتمتعون فيها، خبرنا شو أهم الصفات اللي يجب أن تكون في المغامر؟ هو كمغامر ومحترف أو يطلع مغامرات أكثر حتى مش محترف، تكون عنده لياقة بدنية، بس كمبتدئ مش شرط لياقة بدنية، ويبدأ نفس ما قلت لك في البداية، يبدأ في أماكن سهلة بعدين يطور من نفسه ويروح أماكن صعبة، أو أنه يطور من لياقته البدنية قبل لا يطلع. صحيح. أنا أفضل يبدأ عشان يحب الموضوع. إحنا يمكن بداية. شوية بعيدين عن موضوع اللياقة أو الركاضة نوعا ما، لكن أستاذ عبد القادر يمكن أنت اتجهت إلى الجبال أو المغامرة في الجبال والطرق الوعرة، حدثنا كيف من الممكن أن تكون هذه المغامرة؟ هي إحنا عارفين أنها قد تكون صعبة، ولكن كيف تكون ممتعة في نفس الوقت؟ شوفي، هو أول شيء ودائما أكثر اللي نطلع معهم ينبهون على شيء واحد، وأنا أنبه الجميع أنه السلامة أول، عرفتي؟ فإذا أنت خذيت احتياطاتك بتروح أنت مستانس، حتى بتستمتع في المناظر ما بتحاتي. ما واحد مثلا مصاب بالسكر لنفرض، يعني بعيد الشر عن الجميع، وطلع هايكنج وتعب، ولا ماخذ أدوية ولا ماخذ يعني المؤن معه، فهذا بيتعب بيتعب الفريق كامل معه. صحيح. فكلنا بنتعب مش أنه بنستمتع، فكل واحد ياخذ احتياطاته وسلامته بعدين يستمتع بالمناظر. صحيح. جميلة. صحيح. سلامة الفرد. صح. يعني أول من أول الأولويات اللي يجب أن يتطلع إليها، لكن إحنا عارفين في طفرة جدا كبيرة وعقارية في دولة الإمارات مثل ما نقول، لكن أنتم كمغامرين دائما ما تتجهون إلى الحضارة في الدولة، تروحون للصحاري، تروحون للجبال، للوديان، بعيدا عن مثل ما نقول العقارات أو الطفرة اللي صارت في دولة الإمارات. شو رأيك بإقبال السياح أو بإقبال المغامرين من برا دولة الإمارات إلى هذه الأماكن الحضارية مثل ما نقول؟ شوفي، إحنا اللي ساكنين داخل الإمارات ونروح نستمتع، عبالش السياح اللي القادمين عشان هذا الموضوع، فأكيد بيستمتعون، لأنه الصراحة أنا عايش في دولة الإمارات ومن دولة الإمارات، بس أكتشف أماكن جديدة، لأن أنا من يعني من سكان المدن، فجدا جدا ممتع الموضوع، مناظر جميلة جدا، حتى أتوقع في حلقة أنتم صورتوها مع جروب أولي وولفز، فقوس قزح، مسار قوس قزح، جدا جدا جميل.
ايضا استاذ عبد القادر، يمكن نقول ان التطور، بما ان حكينا عن التطور في دوله الامارات، شاهدنا مسبقا فنانين اجانب قاموا ببعض المغامرات في دوله الامارات كالتسلق لمثل ما نقول برج خليفه، منهم كان الممثل العالمي توم كروز لما صعد على برج خليفه كانت له مغامره في هذا المجال، لكن هل من الممكن انك انت تتطرق او تبتعد نوعا ما عن الحضاره والجبال تروح تغامر في المناطق الحضارية أكثر؟ شوفي، أنا هذه الخطة موجودة إن شاء الله، ناوي على أساس أني أروح سكاي دايف في دبي وأجرب مغامرة النط من الهليكوبتر فبإذن الله، بس أنا مجرب مغامرات ثانية مثلا الغوص، أنا أروح أغوص يعني، وفي اللي هو سبب الإصابة السيكل أو الدراجات الهوائية، فأنا دائماً أطلع على الدراجات الهوائية، بس حالياً بديت في موضوع الماونتن بايك اللي هو الدراجات الهوائية في الجبال. صحيح. كيف؟ بما أن احنا تكلمنا عن الإصابات، خلينا نتحدث كيف من الممكن كمغامرين ما تكونوا أنتوا أساساً وحدكم، دائماً ما تكونون تحت منظمة مخصصة لخوض بعض المغامرات في دولة الإمارات، شو أهمية وجود المغامرين في هذه مثل ما نقول الأماكن المتخصصة بحيث أنهم يؤدون فكرة المغامرة ولكن بطريقة أكثر أماناً؟ جميل، بما أنك تطرقت عن السلامة والإصابات، ما في فريق يطلع هايكينج الا معاه طاقم طبي، عرفتي؟ حتى الطاقم الطبي ما تحس انه طاقم لين ما تستوي الحاله وتكتشف انه هذا اللي معاك صاحبك اللي قاعد يمشي معاك هو من الطاقم الطبي. بس لا، الحمد لله احنا ما صادفتنا حالات، الحمد لله. كل اللي يجون او من شروط اللي يحطونها محمد رسول الله اصحاب الهايكينج او اصحاب المسار، من الشروط انك تجيب اغراضك، وإذا عندك أي مرض لازم تعلن عنه قبل لا نروح، عشان هم يأخذون احتياطاتهم وأنت تأخذ احتياطاتهم في كل الأحوال. أهم شيء أنكم تكونون صح تحت مؤسسة تقوم برعايتكم في هذه مثل ما نقول المغامرات، علما بأن بعض أو جانب منها يكون خطير نوعا ما، لكن مثل ما نقول أن المواقع التواصل الاجتماعي يمكن ساعدت على توصلكم إلى هذه الأماكن، في الكثير من المبادرات والصور التي مثل ما نقول حطيناها في هاشتاج أجمل شتاء في العالم، أنتم ساعدتوا أيضا على وجودكم في هذه الأماكن، ذكرنا بأهمية المبادرات اللي موجودة اللي تدعم كم انتم كمغامرين وتدعم فكره السياحه في دوله الامارات. هي الافرقه كثير، في كثير انا للحين ما اعرفها، يعني ما شاء الله اذا دخلتي الانستغرام اول ما تنزل تسوي لايك، ثاني بوست على طول يطلع لك هايكنج. فهي جميله ان تخلينا نستكشف اماكن جديده، نكتسب خبرات اكثر، نتعرف على ناس اكثر، نجرب مغامرات اكثر. فهمتي كيف؟ فانصح الجميع يجرب الموضوع. يمكن إذا كانت دولة الإمارات لما تهتم بمجال معين دائما ما تسعى إلى تعليم الأطفال أولا بهذا المجال. أستاذ عبد القادر، بما أنك أنت في هذا المجال، كيف من الممكن أن نحن إذا حابين أن أطفالنا يصبحون مغامرين، شو نعلمهم أو شو هي المؤسسات اللي راح تهتم بهذا الطفل بحيث أنه هو يهتم بالمغامرة أو يصبح مغامر؟ شوفي، هي مش على حسب المؤسسة، على حسب يعني خلفيتي، مش على حسب المؤسسة، على حسب المكان. يعني في أماكن وعرة ما تقدر تروح لها إلا بعض المحترفين، في أماكن المحترفين مش محترفين بس كبار في السن، في أماكن بسيطة نفس اللي ذكرتها أول شيء في البداية، هذيك تأخذ معك أطفال تعلمهم، بس إنه تحط استراحات كثيرة، تعرفين الأطفال يتعبون بسرعة، تحط لهم أماكن استراحة كثير، ودائما أنت تجيب معك معدات وتعلمهم يأخذون شطة ويحطون معداتهم بنفسهم، عشان لما يكبرون خلاص هم عارفين. يعني انت ابن الاساس، هم يكملون عليه. لكن استاذ عبد القادر، ايضا شو هي اصعب الاماكن اللي انتم كمغامرين قمتوا بالمغامره فيها؟ هل تعد مثل ما نقول الجبال من اصعب الاماكن للمغامره؟ من تجربتي الشخصيه، من اصعب الاماكن الجبال، في ناس لا تكون الوديان، في ناس الصحراء، لان الصحراء ايضا فيها هايكنج فيها، بس من بالنسبه لي الجبال الصراحه. لولا انه طالع مع فريق انا في وادي قوس قزح كان ما كملت الهايكنج، فالحمد لله. يعني يوم تطلع مع فريق افضل من ما تطلع انت واصحابك، يعني
كنا خير وبركة، بس الأفرقة أفضل خاصة الرسمية. خلينا نتكلم عن اللي هي المغامرات الخاصة بمثل ما أنت ذكرت اللي هي الصحاري. السفاري دولة الإمارات في دبي في أبوظبي، دائما هناك مبادرات اسمها سفاري الإمارات اللي تختص بالمغامرات الخاصة بالصحاري. هل تشوف أن هي من الأنسب ودائما ما يكون فيها السياح أكثر خلنا نقول نوعا ما من المغامرين العاديين؟ هل تشوف أنها من أنسب الأماكن لبداية مثلا المغامرة فيها؟ كتجربة شخصية مع مؤسسة وهي شخصية أنا ما جربت، لكن كتجربة مع عائلة أو مع شباب، طبعا تعرفون الشتاء جو الصحراء، فمن تجربتي الخاصة مش مع الأفرقة صراحة الصحراء عالم ثاني. صحيح. جو ثاني، خاصة إذا بتبات يومين ثلاثة أيام أفضل. هي تختلف فكرة وجودنا في مغامرة عن أخرى، المكان يختلف والبيئة تختلف، لكن إحنا مثل ما أنت ذكرت في لكل مغامر حقيبة المعدات اللي يجب أن هو يكون حاملنها في كل المغامرات. حدثنا شو موجود في هذه حقيبة المعدات بحيث أنه ما يواجه أي خطر أو يواجه نوعا من الإصابة؟ كواحد مبتدأ بيحط لش ماي وعصائر والسناكات وهاي الأمور، وطبعا من اشياء ضروريه لاي مغامر، اي مغامر سواء مبتدئ او مش مبتدئ ياخذ له حذاء رياضي او حذاء خاص للهايكنج، ودائما ياخذ له يعني ملابس مريحه، مش انه ياخذ ملابس ضيقه وما يرتاح او ملابس واسعه مش مرتاح. بس كشخص محترف طبعا لازم ياخذ معاه نفس اللي قلت للشخص اللي مش محترف، ياخذ معاه طبعا بوصله وفي عصا وفي قبعة خاصة للهايكنج، يعني في عدة أمور كثيرة، وفي أشياء خاصة حق الـ SOS أتوقع يكتبونها هم، وطبعا لازم الإسعافات الأولية. أيضا مثل ما نقول في أوقات معينة أنتم تقومون فيها للمغامرة، أنتم ما تقدرون تروحون ممكن إلى الجبال في فصل الصيف عندنا بدولة الإمارات، شو هي أهم الأوقات اللي أنتم تطلعون تغامرون فيها مع اختلاف المغامرة نفسها إذا كانت في الصحراء أو إذا كانت هايكنج في الجبال؟ لا، هو أفضل وقت الشتاء، وقت البرد، لأن الشمس يعني مشكلة إذا ضربت فيك ضربة شمس رحت فيها، عرفت كيف؟ فلا، أفضل وقت يكون وقت الشتاء وفترات الصباحية أو فترات الأولى من الصباح أفضل وقت. إحنا يعني كنا نطلع أغلب الطلعات بعد الفجر على طول، صراحة أمتع وقت، وإذا خاصة إذا جبال وتطلع فوق وتشوف الشروق منظر جميل. أيضا أنت ذكرت في بداية الحديث أن في بعض الرحلات أنتم تضطرون إلى المبيت فيها، شو هي الرحلات اللي تكون طويلة أو ما مدة الرحلات اللي أنتم تضطرون أنكم أنتم تباتون فيها؟ إذا كانت رحلة هايكينج كيف تكون رحلات المبيت فيها؟ هي مش اضطرارية، هي كمبادرة، يعني مثلا كعشاء بعدين قعدة يعني سوالف وكذا والنوم، ثاني يوم الصبح على طول نقوم نتحرك بعد الصلاة أو نصلي ونتحرك على طول على الهايكينج، أنت كيف؟ أما كشيء ضروري ما مش ضرورة في بعض الأحيان. أستاذ طبعا عبد القادر صالح، نود أن نشكرك على تواجدك اليوم معنا، ونتمنى لك التوفيق في كل المغامرات اللي راح تخوضها إن شاء الله.